اليوم ب 2/8/2021 قامت مؤسسة أوريال الإنسانية بتسليم مشفى أدلب الوطني مستهلكات طبية، كمية جيدة من المستهلكات الطبية المتنوعة. كذلك قمنا بتسليم مشفى الجراحة التخصصية قسم الحروق، كمية ممتازة من شاش إسفراتول المغطس بالعسل، وذلك استمرارا لتقديم المساعدات الطبية لكافة المراكز والمشافي في المناطق المحررة. تم استلام شاش كمية من شاش الحروق سفراتول بالعسل لمشفى إدلب الجراحي التخصصي من مجمع أورينت الطبي، ويستخدم هذا الشاش من أجل علاج الحروق والجروح المفتوحة. تم اليوم بتاريخ 2/8/2021 استلام مجموعة من المستهلكات عبارة عن سيرانجات وأنابيب جمع بول من مؤسسة أورينت الإنساني لصالح مشفى الوطني في إدلب، وجزاهم الله كل خير.